احنا قلنا ان كل مديول في قلبه الملف المحلول الجاهز تمام وملف الصور. نذاكر ده الاول اساسي اساسي، وبعد كده تخش على الصور تمام، هيفرق معاك كتير بقى. الصور اصلا مكرره كلها. تعالوا نشوف كده. بسم الله. طبعا تقرا السؤال، حتى لو السؤال سهل لازم برضو تروح ايه تجهزه في الوورد وتعمله بايدك تاني. حتى لو انتر روح جهز واعمل انتر عشان ما تخش الامتحان تتصدم. كرييت نيو دوكيومنت، انشئ مستند جديد يوزنج تمبلت، باستخدام الاسطمبه او التمبلت اللي اسمه كذا ايا كان اسمه بقى تمام. ان ذا سي وركينج فايلز ام اللي موجود في المكان ده. ادي اول نقطه في السؤال. اسئله الوورد كلها مركبه مش نقطه واحده، بيطلب في السؤال اكتر من نقطه. اجابه السؤال ايه؟ فايل. ها نيو، واقول له نيو ايه؟ فروم اكزيستنج. ليه؟ هو قال لي تمبلت موجود في المكان الفلاني، لا قال لي بلانك ولا قال لي اسم تمبلت من اللي موجودين هنا، ده حدد لي موقعه بره البرنامج تمام. بتاع الوورد يعني، بتاع الوورد اطلب مني صفحه جديده. اه شغل الوورد قدامك كده. كنترول انه اشتغلت كده. لا لا ما اشتغلت باختصار الكيبورد، اشتغل بالماوس. هتضغط على نيو فروم اكزيستنج، اول ما هتضغط عليها مالكش دعوه باللي هيحصل ده. اهو مفيش حاجه اسمها كرييت اصلا، دي غلطه. انت اول ما تضغط على نيو فروم اكزيستنج هتظهر الشاشه، خش على السي، خش على الوركينج فايلز، خش على ام 3، تلاقي فيها الاسم اللي هو قايل عليه، تقول له كرييت. اهي الوورد مفتوح اهو. هفتح اعمل نيو فايل، نيو فروم اكزيستنج، وتخش على السي كمبيوتر، وادي السي وادي وركينج فايلز وادي ام 3، الملف اللي هو قايل عليه اسمه كذا، اقول له كرييت. في اعتراض؟ بقيه السؤال بقى بيقول ايه؟ اند سيف ات تو، احفظه في المكان ده اهو بالاسم ده اهو. فايل شغلنا كله سيف اس، طالما اداني اسم احفظ بيه او مكان احفظ فيه. انما لو قال سيف وسكت يبقى فايل وسيف تمام. ادي فايل سيف اس، اكتب. شايفين المكان هحدده، والاسم اسمه ايه؟ ريسيوم دوت دي او سي اكس. لازم هكتب هنا الاسم بس، مش هكتب دوت كذا، الاسم بس زي ما اتعودنا في الويندوز. ومن هنا سيف اس تايب النوع. ولو كتبنا دوت يبقى حاجه ملوش لازمه. لازم بقى ايه النوع ده؟ يبقى النوع اللي هو عاوزه. يعني هنا النوع اللي موجود ايه؟ دوت دي او تي اكس. انا مش عاوز دي، انا عاوز دوت دي او سي اكس. تعرف بقى لو كتبت هنا ريسيوم دوت دي او سي اكس هتتحفظ كده، ريسيوم دوت دي او سي اكس دوت دي او تي اكس. يعني دوت دي او سي اكس ده هعتبرها من الاسم، جزء من الاسم تمام. يبقى هروح انا جاي كاتب هنا ريسيوم، واروح جاي من هنا من سيف اس تايب، اتاكد ان النوع بتاعي هو اللي ايه اللي عاوزه. وصلت؟ والمكان احدده واقول له ايه؟ سيف. تمام ولا ايه يا شباب؟ خلص السؤال. السؤال اللي بعده، سيف احفظ الملف ده اهو اللي هو مفتوح اصلا تمام، تو ذا سي وركينج فايلز ام 3 بالاسم ده اهو. فايل سيف اس، احدد المكان سي وركينج فايلز ام 3، واكتب الاسم واتاكد من نوع. طب افرض لقيت النوع ضد يو سي اكس، خلاص بقى وفر عليا خطوه تمام. ما تجريش انت تروح تغير، يعني انا اكتب اه بس هو مش لازم يكتبها، هو لما بتعمل سيف هي بتتحفظ لوحدها تمام. واكتب الاسم واقول له سيف. سبمت. سيف ذا فايل اللي اسمه كذا ان ريتش تكست فورمات بالنوع ده اهو، بالاسم ده اهو ماي هيستوري دوت ار تي اف. يعني عاوز احفظ الاسم ده بنفس الاسم ولكن بايه؟ ها نوع مختلف، نوع دوت ار تي اف. في السي في الورك فاز في الام 3. فايل سيف از عادي جدا، واكتب الاسم او هو مكتوب. انا يهمني ايه بقى؟ ها تمام ولا ايه؟ النوع. اضغط على السهم واختار النوع دوت ار تي اف. ما هو بيقول احفظ الملف اللي مفتوح ده اهو تمام. ان ريتش تكست فورمات، ريتش تكست فورمات اختصار للار تي اف بالنوع ده اهو. يعني ما يهمنيش ريتش تكست فورمات، انا يهمني انه عاوز يحفظه باسم ده اهو، بنفس الاسم او باسم تاني ولكن بايه؟ بس سيف از عادي جدا، اتاكد من الاسم ان هو مكتوب ماي هيستوري، واتاكد ان النوع دوت ار تي اف تمام، واقول له سيف، واتاكد من المكان. طبعا هو في الغالب بيبقى المكان مفتوح. ما تجيش بقى في الامتحان يكون فاتح لك هو سي وركينج فايلز ام 3 تقول لا، تروح تقفلها وترجع لي انت من الاول. لا بقى خلاص كمل، كمل على اللي موجود. افرض انت فاتح لك سي وركينج فايلز، كمل بقى، اختار انت من جواها ام 3 تمام. شغل دماغك كده. سيت اجعل، ها سي وركينج الاوبشنز بقى اللي احنا كنا مأجلينها. سيت اجعل السي وركينج فايلز ام 3 المكان ده اهو، ذا ديفولت لوكيشن، الموقع الافتراضي بتاع برنامج الوورد. الموقع الافتراضي ده ايه؟ انا لما ببص على برنامج الوورد اهوت واعمل فايل سيف اس او اوبن، عملت اوبن، فتح على مين؟ على سي وركينج فايلز ام 3. طيب فايل سيف اس فتح اوتوماتيك برضه على مين؟
اذا ده الديفولت لوكيشن بتاعه. اي حفظ اي اوبن اوتوماتيك هيفتح الموقع ده. لا انا عاوز اخلي الديفولت لوكيشن الديسكتوب سطح المكتب. فايل اوبشنز اعدادات البرنامج سيف من على الشمال. انتوا معايا ولا لا؟ تمام. واجي على الديفولت فايل لوكيشن اهيت، اضغط على براوز يظهر لي نافذ، اقول له مين المكان بقى اللي هو عاوزه الديسكتوب مثلا، واقول له اوكي. ها ده انت بتغير، انما كل ما تعمل سيف از اوتوماتيك جاي لك على مين؟ على ام 3. ده اللي نقصده. انت بعد ما بيجي لك على ام 3 بتغير براحتك. انا بقى عاوز اخلي الافتراض بتاعي على الديسكتوب ان اي سيف از اي اوبن اوتوماتيك فاتح لي الديسكتوب لوحده، ولو مش عاجبني الديسكتوب انا ايه اغير. تمام. طيب ها، وبعد كده لازم اقول اوكي، ما ننساش الحته دي، لازم تقول اوكي. ادي اوكي. تعالوا كده نعمل فايل سيف از اوتوماتيك على الديسكتوب اهو، فايل اوبن اوتوماتيك على الديسكتوب. مش عاجبك الديسكتوب غير، ده معنى الديفولت لوكيشن. تاني بقى اهو، هعمل فايل اوبشنز اعدادات واختار سيف، واجي على الديفولت فايل لوكيشن اهي براوز، واروح احدد بقى هو قال لي في السي في الوركينج فايلز، افتح السي، افتح وركينج فايلز، افتح ام 3، بس هو ده اللي هو عاوزه، واقول اوكي. ام 3 هتتفتح. تمام، واقول اوكي. طب وهي اصلا مين 3؟ مين؟ لا ده على جهاز انا كانت معموله ام 3. تمام، وصل كده يا جماعه؟ ثاني بس بعد ما غيرت الفولدر عملت ايه تاني؟ اوكي بقى خلاص، تقفل النافذه. اوكي اللي كانت مفتوحه اهي. ايه اوكي اهي، بس خلاص براوز اوكي. اوكي ده الملف المحلول جاهز، انا كنت طلعت بره وعملتها ورجعت. تمام. يوز ذا وورد بروسيسنج ابلكيشن هيلب. الهيلب بقى عشان تجيب معلومات عن مين؟ الكلام ده اهو، كابيتال كابيتال وسمول سمول فايل. ها هيلب، او ممكن تجيبها هيلب من علامه الاستفهام دي، الطريقه اللي تعجبك اعملها. تمام، وادي مايكروسوفت هيلب، واكتب اللي هو قايل عليه واضغط على سيرش او انتر، بعد كده سبميت. تمام، تشينج ذا ديفولت يوزر نيم. ديفولت يوزر نيم اللي هو اسم صاحب البرنامج يعني. تمام، الافتراضي فور ذيس ابلكيشن، خلي الاسم ده، الاسم ده بيتعمل وانت بتسطب البرنامج يعني، واحنا بنسطب الاوفيس من الاول بيطلب اسم صاحب البرنامج، او هو بيبقى عامله اوتوماتيك. انا عاوز اغيره بقى بعد ما الاوفيس اتعمل من اوبشنز برضه. فايل اوبشنز جنرال عاده اللي انا فيه، في يوزر ايه نيم اسم صاحب البرنامج، هشيله واحط الاسم اللي هو قايل عليه واقول اوكي. فاهم المشكله دي؟ اسئله سهله اهي. صب زوم، اعمل زوم لمين؟ مين مين سي دي بقى؟ دوكيومنت المستند المفتوح. طب وانا اعرف ايه ان هو اللي مفتوح؟ تبص على شريط العنوان ايه فوق، لو مش هو اللي مفتوح تعمل ايه؟ ها تعمل تفتح، هيبقى اصلا مفتوح بس مش هو الناشط اللي قدامك. اه من سويتش ويندوز من فيو خلاص، تبدل ما بين النواز وتختار مينتس، او من شريط المهام من تحت تختار النافذه اللي انت عاوزها، الطريقه اللي تعجبك، المهم تخليه هو اللي يفتحه قدامك. بس بنسبه 95% تمام الملف ايه مفتوح. خلاص، في اسئله معينه دي هو اللي بيخليك تروح ايه تفتح. ماشي الكلام؟ ها. يعني مش هقول لك روح كبر حجم الكلام للكلام الفلاني اللي في الباراجراف الفلاني في المستند ويديك مستند مش مفتوح. طب افرض ما اداهوش ليه مفتوح، خلاص ما اقولش بقى الامتحان في حاجه غلط، فيو سويتش ويندوز تمام، وروح افتح الايه المستند وكمل سؤالك. ماشي الكلام؟ شغل دماغك بس. الناس كتير او اللي بيسقط في الوورد مش بيسقط عشان انه ما ذاكرش، هو بيذاكر، انت مذاكر كل حاجه بس بتسقط عشان الوقت بيقفل عليك. لو الصفحه دي مفتوحه بيكون مقفول اساسا عايز اجيبها، لا ما بيخلاش مقفول، هو بيفتح لك الاوبشنز كل حاجه قدام. تمام، معظم الناس بتاع في الوورد علشان الوقت بيقفل عليهم سرعه في الحل. تمام، عاوز يغير الزوم يخليه 90%، الزوم خليه 90%، هعمل زوم من هنا تمام او من فيو. ها تمام ولا ايه؟ زوم واروح جاي كاتب 90% او احرك الاسهم واقول اوكي. تمام، سبمت. هايد ذا رولر بار، اخفي الايه المسطره من المستند اللي اسمه مينتس. هو كده كده دي غلطه في الملف بقى، يعني هو ماي هيستوري، هو كده كده في الامتحان الملف هيبقى مفتوح، دي غلطه في الايه في الملف، هو بيتعمل فاتح مستند مختلف. هخفي المسطره بكذا طريقه، فاكرين؟ ها يا من هنا، المهم ايه فيو، ها رولر، المهم ان انت لما هتشيل علامه الصح او هتضغط على زرار ده المسطره هتختفي من قدامك، يعني هتبقى عارف نتيجه الاجابه بتاعتك قبل ما تسلم السؤال. تمام، هتبقى عارف انت حليت صح ولا غلط، بس ما تقعدش بقى تستنى تتفرج ساعه انت حليت صح ولا لا، ما تضيعش وقت، حليت خش على اللي بعده. سبمت.
السويتش 2 فاكرينها؟ بدل بين اوبن دوكيومنت. طالما قال السويتش 2 على المستندات مفتوحه اصلا، المستند اسمه ميجن ستيتمنت، يا اما من عشرة المهام من تحت، يا اما زي ما هو شغال كده فيو ها سويتش ويندوز، واختار اسم المستند الايه اللي عاوز يروح له. هبص عليه بقى قدام سبميت. تشينج ذا فيو مود، غير الفيو ان ذا مينتس دوكيومنت تو درافت، خلي الفيو يبقى درافت. هفتح فيو ها واعمل ايه درافت، خلص السؤال سبميت. سيلكت حد ماله معناه السؤال ده، غير الفيو بتاع المستند خليه الفيو اللي اسمه درافت، مش انا عندي كذا منظر. احنا مش عاوزين نحفظها، انا عرفت حضرتك ان انت تقدري، انا مش عاوزك تحفظي الفيوز خالص، انا عاوز عاوزكم تبقوا عارفين ان انا اغير منظر المستند بكذا طريقه، اجيبهم منين؟ من فيو. ما بقعدش احفظ بقى، يعني انا لما ما بقعدش اسمع الكلام ده، انا لما اخش عارف ان دي دوكيومنت فيوز يبقى عندي انماط عرض بس خلاص تمام. سيلكت، نيجي بقى للاهم وركزوا معايا. سيلكت حدد ذا باراجراف تمام. دايما لما يجي يتعامل مع باراجراف في الوورد بقى في اسئله الوورد بيعرف، انا قدامي كذا باراجراف اهو هيندهله ازاي، دايما بينده للباراجراف باول 3 4 كلمات من الباراجراف. سيلكت ذا باراجراف بيجيننج ويز، اللي بيبدا بيه. عاوزكم بقى في الامتحان عينكم تتعود على الحته دي، تبقى وانت قاعد في السؤال عارف انه عاوز الباراجراف، يبقى انت عاوز تعرف بيبدا بكام كلمه، ما تستناش تقرا بقيه الكلام خلاص عشان الوقت. ان تيست 32 دوكم ايه دي؟ اسم المستند اللي مفتوح ايا كان هو ايه، ضد دي او سي اكس يبقى مستند على طول تمام. فبيقول لك حدد الباراجراف اللي بيبدا بزيس از 1 زيس از 1 زيس از 1 اهو. احدده ازاي بقى؟ 3 كليك، اجي على زيس از 1 دي 3 كليك بس خلاص. ممكن من غير 3 كليك احدد؟ لا انا عاوز 3 كليك. طالما قال لك حدد باراجراف 3 كليك، جيب لك سيره تحديد باراجراف 3 كليك، الامتحان عاوز كده. خلصت صبمت. يعني لو حددته كده هيبقى غلط. سيلكت ذا انتاير دوكيومنت، الامتحان طالما عاوز تحديد باراجراف عاوزك 3 كليك. انا حددته كده غلط ليه؟ براحتك بقى اعمل اللي انت عاوز، انا قلت اللي عندي واعمل اللي انت عاوز. ها سيلكت ذا انتاير دوكيومنت، حدد المستند بالكامل. عندي كام طريقه؟ كنترول واي تمام. في ناس في الامتحان كنترول واي تشتغل معاه ويلاقي المستند اتحدد، يجي يعمل كنترول واي ما جابتش حاجه، يبقى هو جاي عليك انت ورفض كنترول واي، مش عاوزك تحل بالطريقه دي، عاوزك تحل بطريقه بيجبرك عليه تمام. يبقى ما فيش غير طريقه تاني اللي هي سيلكت، وتختار سيلكت اول. مين؟ لا انطير يعني بالكامل، انطير لا هو بيغمق كلمات معينه عاوزك تنتبه ليها بس. انطير دوكيومنت يعني مستند بالكامل، انهي مستند؟ يبقى طالما ما جابش سيره يبقى اللي ايه اللي قدام تمام. صدمه. طيب اكتب ذا فولوينج، اكتب الكلام ده اهو اهو. وي ماست امبروف، خد بالك بقى رينج، عاوز اكتب الجمله دي كابتن كابتن سموث مول. خلصت رينج وحطيت نقطه تمام. واحد بعد ما يحط النقطه بتاع اللي بعد رينج، هو مش لازم يديك الكلام ده تكتبه بالنص، ايا كان اللي يدولك تكتبه، المهم في نهايه الكلام عملت حرف، عملت المهم كتبت اخر حاجه طلبها، لا مسطره زياده ولا انتر زياده ولا اي حاجه من دماغك. يعني انا برنامج الوورد اهو هروح جاي كاتب وي ماست مش عارف ايه، وكتبت واخري الحرفين دول ونقطه. ناس بقى متعوده يعمل مسطره، ناس متعوده بعد ما يخلص يعمل انتر، هتضيع نفسك على الفاضي. انت حطيت اخر حرف او اخر حاجه عاوز تكتبها حطيتها، ما تلمسش الكيبورد تاني بقى خلاص ولا اي حاجه. انتر ليه بقى؟ هو قال لك انزل، هو طلب منك في السؤال بعد ما تخلص تعمل فقره جديده، ما هو انتر يبقى انت عملت له فقره جديده خلاص، وهكذا. فانت خلصت كتابه ما تعملش حاجه من عندك تمام. وبعد كده صبمت. انتر ذا تيكس، انتر يعني دخل برضه او اكتب ذا تيكس النص ده اهو، ات شود انت كونتين جاست ايا كان فين السؤال. بص بقى وروح عليا، السؤال سهل اهو، مشكله الامتحان فيه بقى ان انت تعرف المكان اللي هتشتغل فيه تمام كده. عرفت المكان خلاص ها، اكتب ات شود انت كونتين جاست، اكتب الكلام ده فين بقى؟ ات ذا اند، في نهايه اوف ذا سنتنس، في نهايه اخر جمله. In the paragraph beginning، في الباراجراف يبدأ this is one of the most important، في نهاية الباراجراف اللي بيبدأ بكذا this one is most اهو في نهايته، ما حددتش جمل جواه تمام. هو في نهاية الجملة، آخر جملة في الباراجراف، أحط كليك بعد آخر جملة في الباراجراف أو في نهاية الباراجراف وأكتب الكلام اللي اتقال عليه. وبرده بعد ما أخلص ما تعملش حاجة من عندك، عملت النقطة بتاع اللي بعد بريديكيشن زي أو ما ها.
الابوستروف كل جمله وجمله في كوما، ممكن اعمل كوما واكمل ولا فين الكوما دي؟ فين الكوما دي؟ الابوستروف دي، الابوستروف دي حرف الطاء. فين الكوما دي؟ فين الابوستروف دي؟ ده كلام ورا بعض. الضد الضد اللي قبل الباراجراف، اخر الباراجراف. الضد يعني الضد اللي قبلها ولا اللي قبلها؟ لا 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 لا، هو عاوزك تكمل بعد اللي موجود. اسيب النقطه، احط نقطه بعد النقطه مسطره وكمل خلاص. عاد هو هنا زودها من عنده مش مهم خلاص. لا هو اللي مش اللي مش اعمل اللي هو طالبه، هو هنا زودها في الحل بس خلاص. ما قلنا غلطه بقى، ما اخر القطعه انا ما اعرفش دي اخر قطعه ولا لا خلاص. وكمان هو في السؤال يا مصطفى، هو في السؤال بعد البريديكيشن اداك نقطه؟ لا خلاص تكتب له زي ما هو عاوز خلاص. حرف الطاء من غير شيفت ومن غير اي حاجه، طه بس كده اهي. ويا بالعربي ولا بالانجليزي؟ اهي اهي طه كده اهو. احنا بنعملها من الذل وعمرنا ايه ذل؟ ايه حرف الذل اللي فوق اللي جنبه وان بتعمل معاك ابوستروف لفوق؟ خلاص اعمل ايه؟ مفيش مشكله خلاص. المهم احنا عاوزين الابوستروف خلاص. انا ما يفرقش معاها الكلام ده، المهم الابوستروف يلاقيها وخلاص. كتبنا خلاص سبمت. اديت ذا تكست، عدل النص اللي اسمه لاند هيل الكلام ده هو يعني تمام. ها ان ذا فيرست باراجراف، الباراجراف الاولاني. لا يعني هو قال لك في الباراجراف الاولاني اهو، وفي نفس الوقت مش هيسيبك، لازم يحدد لك جزء من الباراجراف اللي هو عاوزه تمام. بيجيننج ذيس از براكتس، اهو ذيس از براكتس. عدل عدل حرر، عاوز يعدل الكلام ده. اقول ايه بقى؟ تريد عشان يقرا ذيس سبورد، يقرا الكلمتين دول سهله خالص. هاجي على ذيس براكتس في اللاند هيل ووكينج اهم، اروح جاي لا ما هو الباراجراف اهو. مش قالك في الباراجراف اللي بيبدا ذيس براكتس هتاخد الباراجراف من اوله؟ هو في الغالب شغله كله بيبقى في اول سطرين، وعمره ما بيجيب باراجراف اكتر من 3 4 سطور يعني، مش عويصه هيك. بس عينك تبقى سريعه بقى. ادي لاند هيل ووكينج، هظلل بالسحب عادي، ظللت اكتب على طول بقى ذيس سبورد تمام. بعد ما تكتب خلاص اعمل سبمت. مش هنعمل ديليت الاول مش عادي؟ في ناس بتحب تعمل بس انا لو كتبت يعني بصوا انا لو محدد اهو كتبت على طول خلاص اوتوماتيك بيشيل اللي انا محدده تمام. نيجي بقى الحاجات، ناس يحل السؤال ده في الامتحان يقول لك انا حله صح، انا غلطت في ايه او سقطت ليه. نيجي بقى النقطه، انت المفروض ما بين كل كلمه والتانيه ايه؟ مسافه. طيب انا رحت جاي محدد الثلاث كلمات دول اهو، وجيت اكتب بقى زيس. ها في قبل زيس مسافه ولا لا؟ بص قدامك، يبقى كده انا ماشي تمام تمام. واحد تاني بقى جه يحدد، راح جاي محدد المسافه بالمره معاه، يعني خد ايه؟ خد المسافه اللي قبل الكلام تمام. غلط مثلا وجي يكتب، كتب ايه؟ زيس ايه لزقت في وسط الكلام. خد حريتك خالص في الكتابه، المهم قبل ما تعمل سبميت تسلم الكتابه سليم. ذيس از بورد. بعد ما خلصت اكتشفت انت محتاج مسافه قبل ذيس، ويعني حط كليك واعمل مسافه، اكتب براحتك. وواحد كتب مثلا سبورد اكتشف ان فيها حرف غلط، جه راح جاي عامل كده ورجع كتب من الاول، ما فيهاش ادنى مشاكل. اعمل اللي انت انت طالما ما بتستعملش باوامر بالماوس، وان انت خدت امر واديت اوردر تاني، لا براحتك الكتابه اعمل فيها اللي انت عاوزه. المهم بعد ما تخلصها بالشكل اللي هو عاوزه تروح تعمل سبميت. بس بقى انت معاك 45 دقيقه، خد راحتك بقى خلاص. عاوزين سرعه شويه في الحل تمام. ديليت ذا ما عشان كده الورد عاوز اجتهاد، وعشان كده قلت اللي هيعدي في الورد هيستريح في اللي جاي خلاص. ديليت ذا وورد، احذف الكلمه اللي اسمها كذا. فين بقى الكلمه دي؟ ايه رايك تخيل اجابه السؤال دي ايه؟ هتدور على الكلمه وتعمل لها ديليت. اذا اجابه السؤال ايه؟ ان انت هتحدد الكلمه بدبل كليك وديليت من الكيبورد. اجابه تافهه اهي، المشكله عندنا فين؟ ان انت تلاقي الكلمه. بس دي مش مشكله. ها ديليت ذا وورد اللي اسمها كذا. ما انا جاي اول لاند تقابلك بقى. ان ذا فيرست باراجراف بيجيننج ذيس از براكتس، ذيس از براكتس. اول لاند تقابلني اهي، دبل كليك عليها اتحددت وديليت من الكيبورد، تتشال. ما تشغلش بالك باللي حصل بعد كده. خلاص؟ نعم. ديليت ولا مسح؟ ديليت واحدة بس. ديليت ولا مسح؟
ما هي ديليت بتمسح. لا اللي هي باك سبيس باك. اه انت مش حددت تعمل بديليت خلاص. دور على اسهل طريقه عشان وقتك. تشينج ذا فونت كولر، غير لون الايه الخط. الاسئله كلها سهله على فكره. غير لون الخط اوف ذا هيدنج. هيدنج يعني ايه؟ عنوان. عنوان اللي اسمه كذا بادمنش ان ذا جيم ضد يو سي دوكيومنت. طب لانهي لون؟ شفت تو كولر اوف يور تشويس. بمزاجك ريحني، هاجي على العنوان واعمل عليه دبل كليك او احدده بالطريقه اللي تعجبك. طالما الكلمه يبقى دبل كليك على طول اسرع له، وتخش على السهم بتاع فونت كولر وتروح جاي مختار الايه اللون وتعمل سبميت. تشينج ذا كولر اوف ذا باراجراف، غير لون الباراجراف. بيجينينج ويز ذا تيكست اللي اسمه كذا تو ا كولر اوف يور تشويس، للون بمزاجك. هحدد الراجل اللي بيبدا ذا ايديا اوف ذا، ثلاثة كليك عليه. خد بالك بقى يا مصطفى، تحديد الباراجراف بالسحب هنا انا منعه ليه؟ ذا ايديا اوف يوزنج ده بدايه الباراجراف اللي هو عاوزه. طب نهايه الباراجراف فين بقى؟ اهو 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 منصور قال ذا وورد اهو، يعني اعتبر ده كله تبع الايه؟ الباراجراف. عرفت منين انه انجلج؟ ما هو مش باين ان اخر نقطه، ما دي نهايه جمله برضه. ماشي لا ما ممكن يكون ده تكمل. ثواني يا جماعه، ما ممكن تكون ايه؟ ما هو اي جمله بتبدا باي كابتن. ما ممكن يكون اي الاي تي ديت بادئه من هنا بس الحته دي ما قضتهاش فنزلت من اول السطر، ويبقى كل ده باراجراف واحد. مين اللي هيفرق لي بقى؟ اما تعمل ثلاثه كليك على ذا ايديا اوف هيحدد لك الباراجراف بعينه. خلاص هاجي عليها ثلاثه كليك حدد لي الباراجراف كده، انا عرفت ان ده الباراجراف. انما انت بالسحب مش هتعرف انت فين بدايه باراجرافك وفين نهايته. تمام كده؟ واروح على كولر اوف يور تشويس وخلاص خلص الموضوع. تمام؟ تشينج ذا فونت تايب، مين الامر المسؤول عن فونت تايب؟ نوع الخط. اه شكل الخط اللي هو ده، صح كده؟ طريقه كده. اوف ذا باراجراف بيجيننج بتاع الباراجراف بيبدا باز ويز اول. اللي في المستند ده تو ايه بقى؟ الخط الفلاني طلب خط بعينه. تايم نيو رومان ده اسم الخط، ويعني هحدد الباراجراف الاول. ثلاثة كليك. تمام؟ واخش على الامر بتاع فونت واختار تايم نيو رومان. بيبقى فول اربعة او خمسة الخط اللي بيطلبه، بيبقى دايما لما يديني اختيار من قبل بيبقى في الاول فول اربعة خمسة كده. تمام؟ واقول له سبميت، خلص السؤال. تمام؟ تشينج ذا فونت سايز، غير حجم الخط لمين؟ ها؟ اوف ذا باراجراف بيجيننج از ويز اول، احدد الباراجراف الاول. ها؟ واخش على لكام؟ ل 14. اخش على الفونت سايز واختار 14 واقول سبميت. ميك ذا وورد، اجعل الكلمه اللي اسمها كذا ان ذا باراجراف بيجيننج ذيس از 1 ان تيست 32 دوكيومنت ايه؟ اندرلاين. يعني ايه اندرلاين؟ مسطر. شفت السؤال؟ عاوزك تحدد الكلمه وتضع حرف اليو. فين الكلمه بقى؟ ها في الباراجراف يبدا ذيس از 1. ذيس از 1 اهو فين كونسيدريشن اهي، احددها دبل كليك واروح اضغط على اليو اندرلاين. في اعتراض؟ سبميت. ميك اجعل ذا وورد دات اوف او الكلام ده اهو، انا مش عاوز اركز على الكلام عشان في الامتحان هو هيجيب لك فقرات من عنده. تمام؟ ها ماشي يا مصطفى؟ ماشي يا عادل؟ ماشي. تمام. في الباراجراف يبدا ات ووز ادوبت اهو ان ذا جيم، خليها بولد. دوروا بقى على دات اوف بيوفر دي اهو من الاول، دايما جيب من الاول، اوعى تجيب الباراجراف من تحت. تمام اهو لقيتها، احددها بالسحب واروح اضغط على حرف البي. ماشي ولا ايه؟ ها سبميت. ابلاي سوبر سكريبت، مين سوبر سكريبت دي؟ اكس اس 2. اذا اجابه السؤال ان انا احدد الحاجه اللي هو عاوزها واعمل اكس اس 2. اعرف بقى بقيه السؤال ده هو كله عاوز يعرفني الحاجه اللي انا عاوزها فين. شايف كويس؟ ها تمام. ابلاي للتي تو ذا ليتر للحروف تي اتش افتر ذا نمبر 5 بعد الرقم كام؟ 5. ان ذا باراجراف بيجيننج ذا ايديا اوف يوز ذا ايديا اوف يوز. دوروا بقى على الرقم 5 اهو. تمام. تي اتش اللي بعده احدد مين بس؟ تي اتش بالسحب واروح اضغط على اكس اس 2. خلص السؤال. يوز ذا ابروبريت تول، واحد بقى دخل الامتحان وطلع يقول لي ايه؟ يوز ذا ابروبريت تول. ايه ابروبريت تول دي؟ ها؟ الاداه المناسبه، الامر المناسب. استخدم ابروبريت يعني مناسب وتول يعني اداه. تشغلني في الامتحان ليه اصلا؟ ما اشغلش بالي بالكلام ده. بقول لك استخدم الاداه المناسبه. خلاص انا ما عرفتهاش في الامتحان، ما هو ده بقى اللي ضايق. انت ما عرفتهاش في الامتحان يبقى خلاص السؤال راح، ما تكمل السؤال. تمام. اعتبر ان انت ما قريتش يوز ذا ابروبريت تول دي. تو ايه بقى؟ تشينج ذا كيس. كيس يعني ايه؟ حاله الحروف. بس انا كده فهمت السؤال عاوز ايه.
اللي هي الاوردر بتاع ايه؟ تشينج كيس، تغيير حاله الحروف. تمام؟ اوف ذا تكست اللي اسمه كذا ان ذا جيم دوكيومنت خليه سنتنس ايه؟ كيس للحاله سنتنس. هدور على النيو سكورنج سيستم اهو. تمام؟ واضح اهو. هحدده بالسحب عادي واروح على تشينج كيس واختار ايه؟ سنتنس كيس. تمام ولا ايه؟ واقول له صبر. السؤال اللي قبل ده ماله؟ السؤال اللي قبل ده ها ماله؟ هو بيقول لك اعمل سوبر سكريبت ها يا شباب للحروف اللي فيها تي اتش اللي بعد رقم 5 اللي في الباراجراف ذا ايديا اوف يوزنج ذا ايديا اوف يوزنج اهو. دور على 5 5 اهي وراها مين؟ التي اتش اللي هو عاوزها. تحدد التي اتش وتضغط على اكس اس 2. ما هو ما انت تاخد اول حاجه تقابلك بقى وقال لك اللي بعد الرقم 5 هو عمل الثاني يعني. لو قال لي التي اتش اللي في الباراجراف لا مش هيقول، هو عاوز حاجه اوردر واحد بس خلاص. ما فيش حاجه اسمها الباراجراف كله، مش هيسيبك تدور بمزاجك. تمام؟ لازم يحدد. و45 دقيقه يوز ها يوز ذا ابروبريت تول تو اوتوماتيكالي اندو. مش عاوز اكمل السؤال بقى، اندو اروح اضغط على اندو. تمام؟ لاين ليفت الاين، يعني ايه ليفت الاين؟ حازي يعني حازي، حازي شمال. احازي مين بقى؟ ها ذا باراجراف بيجيننج ذا ايدي اوف يوز. احدد الباراجراف بثلاثة كليك واروح اضغط على الاين ليفت. فيها مشكله؟ سبمت. الاين ذا سيلكتد تكست، حازي النص المحدد. سيلكتد تكست يعني ايه؟ نص محدد. والله راجل زي العسل اهو. ها حددت لي النص. تمام؟ سو بوث ايدجز ار ستريت، الحافتين على ايه؟ استقامه واحده. يبقى مين؟ جاستيفاي، واختار منها جاستيفاي. سبمت. نفس السؤال، تشينج ذا سيلكتد باراجراف، غير الباراجراف المحدد تو بي كوردينيتور اون ذا تو سايدز، على استقامه واحده. الحافتين على استقامه واحده، برضه نفس الاوردر. تمام؟ جاستيفاي. ابلاي، خدوا بالكم 29 سؤال لحد دلوقتي ولسه في الهوم. تمام؟ ابلاي بيوليتس، مين بيوليتس دي بقى؟ اللي هي التعداد النقطي. حلو، طالما عرفت الامر يبقى تعرف تحل. تمام؟ تو زي واحد بقى يخش الامتحان ايه بيوليتس دي؟ لما انت مش عارف يعني ايه بيوليتس امال داخل تعمل ايه؟ تمام؟ ابلاي بيوليتس تعداد نقطي تو ذا تكست لمين بقى؟ فاضل ان انا اعرف لمين؟ تو ذا تكست نير ذا بوتوم اوف ذا بيج، في النص اللي في نهايه الصفحه. دايما لما يجي يتكلم على التعداد النقطي او رقمي لازم يديك اول عنصر واخر عنصر عشان تحدد من الاول هنا لحد هنا. اهو فروم هوين ذا شاتل لاند اهو تو هوين ا بلاير تاتشز، اروح جاي واخد ده وساحب احدد. لا لا ده انت قليل لما تلاقيه محدد لك حاجه. تمام؟ لا لازم انت اللي تحدد. حددتهم بالسحب. اه طبعا، ما دي صور من الامتحان. تمام؟ بس هو بيعمل لك الفوكس بتاعك على حته معينه. واروح اضغط على بيوليتس بس خلاص. بيوليتس يعني تعداد نقطي باشكال يعني. اروح اعمل رصاص. ايه؟ رصاص. ايه رصاص دي؟ بيوليتس ترجمه؟ احنا مالناش دعوه بالترجمه العاديه دي. تمام؟ لا ده تعداد الرقم. ابلاي ده تعداد نقطي. نمبر يعني. مش عارف يعني ايه معنى بيوليتس يبقى داخل ايه يعني؟ يا سيدي رصاص ايه؟ مالناش دعوه، احنا الترجمه العاديه دي. تمام؟ ابلاي اوتوماتيك نمبرنج برضه اهو تعداد ايه؟ رقمي. تو ذا ليست اوف بوينت، ها للليسته بتاع العناصر اللي بتبدا من كومباس تو ووتر، هظلل من اول كومباس لحد ايه؟ ووتر. واروح اضغط على اي شكل تعداد رقم او اضغط عليها وخلاص واعمل سبميت. ريموف ذا بيوليتس فروم، الغي التعداد النقطي منين؟ فروم ذا اجنده ليست، من الاجنده الليست بتاع اجنده دي. اولك فين واخرك فين؟ مش دعوه كلمه اجنده دي، ده العنوان بتاعها. الليكشن لحد نيو بادمنشن، اروح جاي ساحب ومظلل. قلنا التعداد ما بيتظللش، يعني النقط الارقام ما بتتظللش، الكلام هو اللي بيتظلل بس. تمام؟ واروح قال لي اعمل ايه؟ ريموف البيوليت، الغي البيوليت. يعني اروح اضغط على البيوليت الثانيه تتلغي. هلاقيها اتلغت قدامي. يعني اهو يعني انت دلوقتي عندي بيوليت مثلا. انت قال لك اعمل بيوليت، حددت كده ورحت جاي عامل بيوليت، هتتعمل قدامك، يعني هتبقى عارف ان انت شغال صح. قال لك الغي، هتروح جاي مظلل وتروح تضغط عليها تاني تتلغي، يبقى انت عارف انها اتلغى. يعني انت ضامن الامتحان وانت قاعد، ده لو انت مذاكر. تمام؟ كرييت نيو باراجراف، كرييت مين اللي بيعمل باراجراف جديد؟
ايه مش ظاهر عندكم؟ مين اللي بيعمل باراجراف جديد؟ انتر. مفتاح انتر. اذا اجابتي السؤال ان انا كل اللي اعمله ايه؟ انتر. تمام؟ فاضل اعرف بقى هعمل انتر دي فاني حته بالظبط. تمام؟ at the beginning of من بدايه the sentence الجمله bad mention become. طب فين بقى الجمله دي؟ ما تشوفش بقى بدايه الجمله كده وتيجي تدور. اصبر، ما هو لازم يعرفك هي في انهي باراجراف. ان ذا باراجراف بيجيننج ويز، في الباراجراف اللي بيبدا ذا ايديا اوف، ذا ايديا اوف اهو. دور بقى على باد منشن بس بسرعه شويه. اهي اهي تمام ماشي كده، واحط كليك فولها واروح جاي عامل ايه؟ انت هبص الاقي ايه اللي حصل. هحط اهو كليك فول الجمله مثلا، اعتبر دي، واروح جاي عامل انت. هبص الاقي خدها ونزل لايه؟ بدا فقره جديده. هتدور على الجمله وتحط كليك فولها تمام، وتروح جاي عامل انت بس خلاص كده. عملت ماشي. انسيرت بيج بريك. يعني ايه بيج بريك؟ فاصل صفحه. بص يا سيدي، انت اتفقنا ان السطر لما بيجي لنهايته بيحصل ايه؟ بينزل اوتوماتيك للسطر اللي بعده تمام. لما الصفحه بتنتهي ايه اللي بيحصل؟ بيبدا اوتوماتيك سطر صفحه لوحده تمام. طب افرض انا كتبت نص صفحه او جزء في صفحه وخلاص مش عاوز اكمل تاني وابدا صفحه جديده، اعمل ايه؟ ده بنسميه فاصل صفحه، يعني بيج بريك. كنترول مع انتر. يبقى اول ما تشوف بيج بريك يبقى هتعمل ايه؟ كنترول وانتر. ها فاضل اعرف بقى هعمل كنترول وانتر فين. انسيرت بيج بريك اهو، بيفور قبل ذا باراجراف بيجيننج ويز از ويز اول. هاجي على از ويز اول اهوت فين اهو، واروح جاي حاطط كليك فوله قبله، يعني فوله مش فوقه، هو ما قالش اباف خلاص. واروح جاي حاطط كليك فوله واعمل كنترول مع انتر. كاترين اهي، كنترول وانتر. هروح جاي واقف اهو كده بس، واعمل كاترين وانتر، خد ونزل لصفحه جديده اهو تمام. صعبه كده بيجي بريك؟ ممكن، بس خلينا بديل اسرع بسرعه. اول شوف بيجي بريك كنترول وانتر. اديني ضيعت سؤال ما خدش وقت. تاني كرييت سوفت لاين بريك. افهموا النقطه دي، يعني ايه سوفت لاين بريك او لاين بريك؟ فاصل سطر، عاوز نعمل سطر جديد جوه نفس الفقره. لحظه معايا بقى، بصوا كده، لو انا عاوز من هنا ابدا سطر جديد، لو عملت انتر يبقى انا عملت ايه؟ ما بداتش سطر جديد، ده انا بدات فقره جديده. طب انا عاوز اعمل سطر جديد داخل نفس الفقره، يعني من غير ما اعمل فقره جديده تمام. شيفت مع انتر، اضغط على شيفت وتاني ضغط عليه واعمل انتر. اهي تبدا سطر جديد داخل نفس الفقره. انا واقف هنا اهو، لو عملت انتر بدا فقره جديده. لا انا مش عاوز فقره جديده، انا لو عملت شيفت وانتر بياخد الكلام وينزل في السطر اللي عليه الدور بس داخل نفس الايه؟ الفقرة، اكنك نزلت في نفس فقرة بسطر جديد. شفت معايا؟ ديليت. بص بقى، قلنا في اسئلة متراكمة على بعضها وبالذات في الوورد ده ممكن يخليك تعمل سؤال ويأسس على وراه خمس اسئلة او ست اسئلة كمان على سؤال واحد انت حليته. فبيقول ديليت ذا سوفت لاين بريك، احذف مين؟ فاصل السطر اللي انت عملته من شوية تمام؟ after the word account اللي بعد كلمة account موجودة فين كلمة account دي؟ in the paragraph beginning this is one اهو، this is one اهو account اهي. احط كليك وراها واروح جاي عامل ايه؟ delete. delete يسحب اللي تحت يرجعه تاني، مش قلنا delete بيحذف امام النص؟ تعالوا تاني نعمل اهو using اهي. بص using اهي، انا هاجي اعمل shift وانتر او انتر اي حاجة بعد باي، نزل اللي تحت ولا لا؟ نزل. هروح جاي حاطط كليك بعد باي واعمل delete، سحب تاني. ممكن تعمل باك سبيس؟ اه ممكن اعمل باك سبيس، بس فين بقى؟ مش بعد كلمه باي، قبل مين؟ قبل الناحيه الثانيه، لان باك سبيس يرجع للخلف اهو. عمل نفس الاوردر تاني، احط باي بعد الكلمه الاولانيه يسحب اللي قدامها، او احط كليك هنا واعمل باك سبيس ياخدها ويرجع ايه؟ لورا. دي صحيحه ودي صحيحه. لا اندو، لا مين قال لك ان دي اخر عمليه كانت هي دي؟ تمام. بص هيعمل ايه؟ بص هيعمل ايه؟ اهي احط كليك واعمل باي، حذف مين؟ حذف الواي. ما تكتبهاش بقى، اعملي اندو كده بقى، كده السؤال بدا يروح مني خلاص. ريسيت فايل على طول.
تعملي ضبط للسؤال وترجع تحليه من الاول. خلاص. بس برضو انا قلت لكم كذا مره من ايام الويندوز ريسيت فايل مش دائما بترجع السؤال لاصله، مش بنسبه عاليه. هي الطبيعي بترجع بس مش في اسئله معينه ما بتظبطهاش. ميرج ذا باراجراف، ميرج ذا باراجراف، ميرج يعني ادمج ذا باراجراف، الباراجراف اللي ذا ايديا اوف، الباراجراف ده اللي بيبدا بذا ايديا اوف يعني، ويز ذا باراجراف ذا رالي بوينت. يعني ايه ادمجهم؟ يعني انتر اللي اتعملت عشان تخليهم باراجرافين تتلغي، يعني يبقوا باراجراف ايه؟ واحد. هي دي الفكره. تعالوا كده نجرب. عندي مستند، تعالوا نقفل ده دلوقتي. عندي مستند وورد اهوت، باراجرافين اهم، ده باراجراف وده باراجراف. هحط كليك في نهايه الاولاني واروح جاي اعمل ايه؟ ما هو نفس فكره السؤال اللي قبله، واعمل ديليت انضمه، او ها باك سبيس في بدايه الايه؟ الثاني واعمل باك سبيس. كليك في بدايه الثاني واعمل باك ايه؟ سبيس. وصلت؟ المهم ادمجهم يبقوا باراجراف واحد، بقوم باراجراف واحد خلاص. اهو يا جماعه هحط كليك في نهايه الاولاني واعمل ديليت يضمهم. ديليت بتسحب اللي تحتها. تمام؟ او باك سبيس في بدايه الثاني، باك سبيس بتطلع للي فوق اهو. تمام؟ اه احط كليك في اه هو انا اجرب لكم الطريقه الثانيه، وكليك في بدايه الثاني وتعمل باك سبيس. دي في الامتحان او دي في الامتحان صح؟ ديليت او في بدايه الثاني وتضغطي باك سبيس. تمام؟ سبري اول ذا باراجراف ماركس، اعرض كل علامات الفقر. هتروح يضغط على العلامه دي بس خلاص من غير اي حاجه، ملهاش اي حاجه. هكذا صبني. ها ركز معايا في السؤال ده بقى كده وبالراحه. ابلاي اهو ضغطنا على علامه الفقر. تمام؟ ابلاي ابلاي 1.5 بوينت بوكس بوردر. لغز السؤال فين؟ بس يبقى اخش على بوردر على طول. وبعد كده هاجي الاقي كل الطلبات دي. عاوز يعمل برواز نوعه بوكس صندوق يعني. وسمكه قد ايه؟ طيب ايه؟ ده رقم 1.5 ده رقم. ماشي اللي هي بتقول المسافه بين السطور، ما لناش دعوه بالسطور ده. تمام؟ واحد سمكه، سمك البرواز نفسه عملناه. تمام؟ 1.5 بوينت. تمام؟ اند ايه كمان؟ شادنج كلر، لون ظل اوف يور تشويس. تمام؟ لمين؟ للباراجراف اللي بيبدا زرالي بوينت. اروح احدد زرالي بوينت 3 كليك عليه. طيب او واقف جواهم. تمام؟ واخش على بوردر اند شادنج. ماشي الكلام؟ واختار بوكس. مش مهم هو ما قاليش شكل البرواز ايه، قال لي سمكه بس، واجي على السمكه اهو الويتس واختار كام؟ 1.5. تمام؟ لسه ده كده البرواز خلص، اخش على مين؟ شادي، واختار اي لون يعجبني واقول اوكي. تعالوا نجربها اهو، هحدد البرواز اوقف بس جواه واخش على بوردر اند شادي واختار بوكس واختار السمك 1.5، وبعد كده اخش على شادي واختار اللون، وبعد كده اقول اوكي. اول ما تقول اوكي هتبص تلاقي المنظر اتعمل قدامك، اذا انت صح تروح تعمل سبميت. ما هي الاوردر، ما انا كنت واقف جواه. بس لان الاوامر اللي جوه باراجراف كنا قايلين ان اي بمجرد وقف جوه الباراجراف عادي وممكن احدده اهو ضمان مفيش مشكله. ابضغط على السهم ده واختار بوردر اند شيد. في قلبه بوردر، في قلبه بيدج بوردر، وفي قلبه شيد. ايوه انا عايز اعرف بقى بيدج بوردر ايه. ما هو اللي احنا كنا جبناه من هنا. برواز الصفحه. ماشي. برواز الصفحه. اهي. بوردر لما شرحناه المره اللي فاتت قلنا بتعمل برواز على النص او على الكلام اهو، لما حددت كلمه ورحت جاي اعمل لها ايه؟ بوردر. وصلت؟ يعني بوردر على كلام او بوردر على المحتوى بتاع الصفحه. بوردر بس على محتوى الصفحه، كلام بقى، صوره، جدول. محتوى الصفحه، محتوى اللي هو اللي مكتوب جواها يعني. ايوه ما هو الكلمه دي تعتبر محتوى الصفحه. لا محتوى الصفحه اللي هو لا 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 بيج بوردر برواز على الصفحه. لا ده مش محتواها، ده على الصفحه. انت انا فاهم قصدك، انت متخيله ده. احنا بنعمل برواز للصفحه نفسه. المحتوى اللي جوه بقى عاوز اعمله برواز كصوره ككلام كغيره، بعملها ببوردر. تمام؟ من هوم اهي، واختار بوردر اند شادنج، او من بيج لي اوت واخش على بيج بوردر، وبعد كده اخش على بوردر. ده تنفع من كذا طريقه. تمام؟ وصلت؟ بس اندنت، ركزوا بقى في السؤال ده. اندنت يعني ايه؟ حازي او مسافه بادئه. تمام؟ ذا باراجراف بيجيننج ويز، الباراجراف اللي بيبدا ايه؟ ات ووز ادوبتد.
يخليه كام؟ 1 قدامي 100 سنتي اور 4 من 10 انش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه 1 من 4 سنتي و 4 من 10 انش؟ الله ينور عليك. هو بيديك الاثنين 1 قدامي 100 سنتي يعادلها 4 بوصه اللي هو الانش. طيب احنا الاجهزه بتاعتنا متظبطه على السنتي ولا على الانش؟ البوصه. احنا شغالين بالسنتي تمام. لو جهازك شغال بالانش هتشتغل انت بالانش، بس مع اجهزه الامتحان كلها شغالين بالايه؟ بالسنتي. هو هنا في ملف في ملف الشرح شغال بالانش، احنا شغالين بالايه؟ بالسنتي. فهمتوا الفكره؟ خلاص. فروم ذا ليفت مارجن، من الهامش الايه؟ الشمال. الكلام ده يخص مين؟ باراجراف. الله ينور عليك. هروح جاي ضغط على السهم بتاع المربع الحر بتاع مين؟ هحدد الباراجراف الاول اتوز ادوبت اهو، اوقف فوله تمام، اقف جواه يعني، واضغط على السهم بتاع مين؟ باراجراف. قلنا في قلبه اوبشنز زياده، في قلبه حاجه بقى جديده علينا اسمها ايه؟ اندنتيشن. اندنتيشن تعني المسافات البادئه. تعالوا نجربها كده. هقف جوه الباراجراف ده واخش على المربع الحر بتاع باراجراف، ادي المسافه البادئه. في قبله وفي ايه؟ بقى قبل هنا يعني على شماله، بعده يعني على يمينه. اهو هخليها 1 و2 من 100. ايه ده؟ مفيش 2 من 100. يبقى هضطر اعمل ايه؟ اشيل واكتب 1.02 واقول اوكي. شوفوا ايه اللي هيحصل. زق مين؟ زق الباراجراف ده بس مسافه من ناحيه الشمال بفور تمام 1 و2 من 100 سنتي. وصلت؟ ده معنى الاندنتيشن، المسافات البادئه. تعالوا نجرب المسافه الثانيه. افطر اهي هخليها 2 سنتي. بصوا اللي هيحصل. زق الباراجراف من ناحيه اليمين ايه؟ 2 سنتي. فهمنا ايه هي الاندنتيشن؟ مسافات بادئه على اللي انت واقف عليه بس، ملهاش علاقه بالهوامش. الهوامش بتغير على مين؟ على الصفحه كلها بجميع محتوياتها. اما الاندنتيشن على العنصر او النص اللي انت ايه؟ محدد. تمام؟ ادي اجابه السؤال. هقف اول باراجراف، سم بتاع المربع الحر بتاع الجراف، واجي على الاندنتيشن، واجي على الرقم ده واكتب الواي عليه. هو هنا شغال بالانش، احنا شغالين بالايه؟ بالسنتي. انا مش عارف ماليش دعوه بقيه الهيصه دي بقى، ما دي اوامر كتير بقى انا ما بشغلش بالي. صبر. تشينج ذا لاين سبيسنج، فاكرينها؟ المسافات ما بين السطور. فور ذا باراجراف بيجيننج، بتاع الباراجراف اللي بيبدا، اتوز دوت، اقف جواه او احدده اي طريقه. تو سنجل لاين، خليها سطر. عندي حلين اثنين، اقفل الباراجراف كده واجي على لاين سبيسنج واختار كام؟ 1. او اخش من باراجراف لاين سبيسنج اهي، عندي عنوان اسمه سبيسنج، عندي لاين عاوز اغير اللاين ايه؟ سبيسنج، المسافات ما بين السطور. عندي حلين، يا اما اقف واجي هنا على لاين سبيسنج واختار ايه؟ 1، لانه قال سنجل سطر واحد فقط. او اخش على المربع الحوري بتاع باراجراف، ها وادي لاين سبيسنج اهي، يكتب هنا 1 يا اما اختار سنجل لاين وخلاص، اضمن ايه؟ سنجل. تمام؟ واقول اوكي. تمام؟ دي صح ودي صح، الطريقه اللي تعجبك. بيقول لك غير اللاين سبيسنج، المسافات ما بين السطور بتاع الباراجراف ده، وخليه سنجل لاين. ادي هو حل من المربع الحواري وخش خلاها سنجل وقال اوكي. صبر. السؤال ده لذيذ قوي وسهل. ده كله لذيذ. سهل جدا. انا ذا ريتيرن كي، مين بقى ريتيرن كي ده؟ ها؟ مفتاح انتر. انتر بيتقال عليه ريتيرن كي. بصوا كده على زر انتر، عمال ادور على كي. هتلاقي ريتيرن مفتاح انتر مرسوم عليه سهم راجع لورا نازل لتحت كده، لانه بياخد الحاجه من فوق ينزلها لتحت، فبنسميه ريتيرن كي، مفتاح انتر. فبقول لك بقى ذا ريتيرن كي اون ذا كيبورد، مفتاح انتر اللي في الكيبورد، has been used، تم استخدامه to put space، تحط مسافة between بين ال new scoring system ما بين دي ها and the paragraph beginning، يعني في مسافة معمول كذا انتر يعني ما بين الحتتين دول طلباتك. يعني بيقول لك ان انا استخدمت انتر اهو عشان اعمل مسافة بين العنوان والايه؟ والفقرة اللي تحته بالمنظر ده. طلباتك ايه؟ ها ريموف ذا باراجراف مارك، الغي علامات الباراجراف اللي انت عملتها دي. بسيطة. هراجع حاطط كليك في الأولانية، في نهاية الأولانية، وأعمل إيه؟ ها؟ ديليت. لحد ما لهم قربوا من بعض كده. هو ما قالش أعملهم فقرة واحدة، إن أنا ألغي المسافات اللي ما بينهم وبس. وقلب. تمام؟ أهو. قربوا خلاص أهو. تمام؟ أرجع بقية السؤال ما خلصش. أند تشينج، وغير ذا باراجراف سبيسي، مش ده يخص باراجراف؟ هو طالما باراجراف وأنت مغمض المربع الحواري ده هتلاقي فيه كل اللي أنت عاوزه. تمام؟ يوم ما تتزنق قلت لك عندك كليك يمين وعندك الاوردر يجيب لك اللي انت عاوزه.
تمام كده؟ عاوز يغير المسافة بتاع ايه؟ قال لك ايه بقى المسافة بين السطور؟ لا بلو او افتر اسفل نيو سكورنج سيستم يخليها 6 بوينت. وليه يعني؟ مش انا كده كده كنت واقف جنبها؟ ها؟ هدور اروح اضغط على المربع الحواري ده بتاع باراجراف، عندي سبيسنج بتاع الباراجراف اللي كان فيها مين؟ لاين سبيسنج. قال لي بقى في بيفور وفي افتر، يعني ممكن احط مسافات فوق الباراجراف وايه؟ وتحت الباراجراف. هو عاوز ايه؟ افتر 6 بوينت، اخليها 6 بوينت واقول اوكي. بص تحس انها قربه. ماشي كده؟ تمام؟ ادي الثلاث اوامر بتوع باراجراف، عاوز ايه انا من باراجراف بقى؟ انتنتيشن وسبيسنج. المسافه البادئه سبيسنج، في الباقي بقى بيفور الباراجراف، فوق الباراجراف، وتحت الباراجراف، ولاين سبيسنج، المسافات ما بين السطور. تمام؟ السؤال ده مهم جدا، مهم جدا وبيجي في الامتحان. سيت اند ابلاي، ها اعمل وايه؟ ابلاي وطبق، يعني انشئها الاول وبعد كده اعمل وطبقها بعد كده. طلبين اهم رايت تاب. اه ايه بقى تاب دي بقى سيادتكم؟ عارفين في زرار في الكيبورد اسمه تاب؟ بصوا كده لما نيجي نعمله في الوورد، انا هقف في بدايه الفقره، بصوا على الشاشه، هضغط على تاب، عمل ايه؟ زق السطر مسافه قد ايه؟ بصوا على المسطره، سنتي صح؟ اهي زق السطر مسافه قد ايه؟ سنتي. هي دي وظيفه تاب، انه بيعمل اندنتيشن اللي احنا لسه عاملينها من شويه من باراجراف. السطر واحد، لو انا محدد الباراجراف كله هيعمله. اه باراجراف كله يعني اللي انا محدده. اه تمام، ان احنا عملنا اوبشن يعني. تمام، التاب بيعمل اندنتيشن بمسافه ثابت سنتي. لا انا عاوز لما اضغط على زرار تاب ده يروح جاي عامل مسافه 2 سنتي مره واحده. انتوا معايا؟ يعني انشئها له جوه المسطره. منين بقى؟ هقف الاول في بدايه الباراجراف، او احدد الباراجراف اللي هو عاوز ينفذ عليه، واخش على باراجراف. تمام، وفي عندي تحت خالص هي طريقه الوصول لها رخمه شويه، حاجه اسمها ايه؟ تابس. اهي وصلني ليه. عاوز تاب قد ايه؟ 3 سنتي مثلا، هروح جاي كاتب 3 سنتي. نوعه ايه؟ او المحاذاه بتاعته ايه؟ في ليفت وفي سنتر وفي رايت، كل ده بيقول لك في السؤال، انا عاوزه ليفت. واقول له ايه؟ سيت، سيت يعني خزنه هنا. لو ما قلتش سيت اكنك ما عملتش حاجه. واقول ايه؟ اوكي. شايفين؟ في علامه اتعملت على المسطره اهي. دي سيت. عاوز اعمل له ابلاي بقى؟ اضغط على تاب. هو ده معنى ابلاي، يعني نفذه يعني. عمل مسافه كام سنتي؟ هو ما ظبطهاش، ثواني اهو، زق 3 سنتي. تمام كده، انت كنت بتنشئيه، انا دلوقتي انشاته، يعني عملت تاب 3 سنتي في المسطره اهو. فاضل بقى ان انا استخدمه، اروح اضغط على تاب خلاص. سيت اند ابلاي رايت تاب، اعمل تاب نوعه رايت. انا يهمني في السؤال كلمه ايه؟ تاب، تاب بس. تاب دي خلاص لاني باراجراف لكلمه بلاننج، هقف قدام بلاننج الاول او احددها واضغط على باراجراف واخش على تابس. مقاسه قد ايه؟ 1.1 من 10 سم، اه 1.1 من 10 سم، او كتب بالانش. نوعه رايت، اختار رايت. تمام، واقول له ست، واقول له اوكي. بعد ما كده انا انشاتها، عاوز استخدمها بقى، اضغط على تاب من لوحه المفاتيح. هو ده معنى طبق. ممكن واحد يعمل ده كله وفي الاخر ما يقعدش. عوضك على الله خلاص. بيقول لك ذا هيدنج، العنوان، العنوان اللي اسمه سمر مانسز اوف، العنوان ده طلباتك. ووز الايند، تمت محاذاته. تمام، يوزنج ذا سبيس بار، المسطره، يعني جه على العنوان ده اهو وتنى يزقه بالمسطره كده. تمام، عاوز ايه بقى؟ ريموف ذا سبيسنج، ذا سبيسنج الغي المسافات دي. يا بسيطه، هراجع حاطط كليك هنا وهتنيني اضغط على ايه؟ باجي سبيس لحد ما الاس تبقى تحت اول حرف من اللي فوقها. وبعد كده ايه بقى؟ شوف بقيه السؤال. اند سيت اند ابلاي ليفت تاب، يعني ممكن يجيب لك السؤال اللي فات جزء من سؤال. ها ماشي، اراجع اضغط على باراجراف واخش على تابس واكتب كذا، وقال لي نوعه ليفت، واقول له سيت، واقول له اوكي، واراجع اضغطه على تاب. السؤال اللي فات جابه جزء من سؤال. تمام، هو بيقول لك شيل المسافه اللي انت عاملها بالمسطره دي. طيب ده اول طلب. طيب انت هتقعد تضغط على باك سبيس
لحد ما تيجي في الاول اهي. ماشي. جت في الاول؟ جت في الاول. بقيت السؤال ايه بقى؟ اعملي سيت اند ابلاي تاب. اعتبريه سؤال منفصل وكمليه. هضغط على باراجراف واضغط على تابس واكتب 1.1 سم واقول له نوعها رايت واقول له سيت واقول له اوكي واضغط على تاب من لوحه المفاتيح. ابلاي ذا باراجراف ستايل للستايلات. تمام؟ اللي اسمه كذا. تو ذا تايتل اسمه اكويبمنت اهو احدده. اللي موجود فين اكويبمنت ده بقى بيحدد لي مكانه. اباف ذا باراجراف بيجيننج زيرار مين اللي فوق باراجراف زيرار مين طلبات. ماشي. بيقول لك اعمل ستايل باراجراف ستايل ستايل للباراجراف يعني اللي اسمه كذا للعنوان اللي اسمه اكويبمنت. اكويبمنت دي موجوده فين؟ اباف ذا باراجراف بيجيننج زيرار مين فوق الزيرار مين. هحدد اكويبمنت واجعل الستايلات اضغط على السهم. طبعا ساعتك هتقعد تدور هنا على سب هيد هو ما بقاش هنا اصلا. الامتحان بقى بيبقى عاوزك تجيبه منين؟ ابلاي ستايل عشان تخش على الاوردر على طول. وتروح جاي ضغط على السهم بتاع القايمه وتدور على مين؟ سب هيد. هتلاقي دايما في اول خمسه. واحد بقى هيروح البيت يروح جاي محدد الباراجراف خش على دي خش على ابلاي ستايل ظهرت اهي اضغط على السهم عمال يدور على سب هيد مش هيلاقيها. هو بيبقى مجهزها لك فين؟ في الامتحان. خلاص؟ اه في حاجات هو بيبقى مجهزها للامتحان تختار بس هتختار مش تعمل حاجه تاني. بس انت شوف مجرد ما اخترت هو نفذ الستايل بس. وصلت؟ خلص السؤال. بعد كده صبني يوز ابروبريت تول حاجات سهله بقى تو اوتوماتيكالي ايه فايند اريا اللي في المستند دوت. هضغط على فايند هنا بقى حللها غلط اكتبوا يلا. السؤال 45 اجابته من فايند وليس من ريبليس. المهم مش هجيبها من ريبليس هجيبها منين؟ اهي هروح جاي ضغط على فايند من هنا تمام واروح جاي كاتب الكلمه اللي هو بيقول عليها هنا اريا بس خلاص لقاها لقاها ما لقاهاش انا ما يخصنيش انتوا فاهمين بس خلاص خلص ولا انتر ولا غيره. تاني هضغط على فايند عاوزك تبحث عن الكلمه اللي اسمها اريا بس ادي فايند واروح جاي كاتب اريا واعمل اريا بس تمام. وما تقفلش النافذه قال لك ما تقفلش النافذه. هنا بقى حلها منين؟ ثواني يا شباب. هنا ضغط على ريبليس ومن ريبليس دخل على فايند لا الامتحان عاوز الاوردر المباشر. خلاص؟ السؤال اللي بعده يوز ذا ابروبريت تول تو ريبليس ما قالش ريبليس قول اهو الريبليس وي بي يو. هروح اضغط على ريبليس واكتب وي واكتب يو واقول ريبليس بس. تمام؟ بس. خلاص؟ يلا صبر. ايوه ما فيش مشكله. انسيرت ذا سيمبل ضيف الرمز اللي هو ده اهو دايره فيها ار افتر ذا تكست بعد انسيرت سيمبل اجابتها ايه؟ اهو المفروض هتفتح انسيرت وتيجي على سيمبل وتختار وتدور على الدايره اللي فيها ايه؟ ار. هو بيبقى مجهزها لك في الامتحان برضه. فاضل احنا قلنا اي حاجه بتنضاف من انسيرت بتنضاف فين؟ مكان ما انت حاطط مؤشر الكتابه. اذا قبل ما تفتح انسيرت تكون حاطط مؤشر الكتابه في المكان اللي هو عاوزه. افتر بعد ذا تكست تمبريتشر فين تمبريتشر دي؟ ان ذا باراجراف بيجيننج ذيس از 1 ذيس از 1 ذيس از 1 اهي تمبريتشر لقيتوها اهي. اروح جاي حاطط كليك بعد حرف الاي بتاعها واروح جاي فاتح انسيرت واروح جاي فاتح سيمبل والاقيها من ضمن اللي ظاهرين على طول اهي دايره فيها ار اهي بس هتنضاف. اروح اعمل سبميت مش عاوز اكتر من كده. ريموف ذا باراجراف الغي الباراجراف. ريموف ذا باراجراف الغي الباراجراف ذات از بيجيننج ويز زير ار مين. الغي الباراجراف شوف بدايه السؤال اهو انا بقرا السؤال زي ما انتم بتقروه في الامتحان. الغي او احذف الباراجراف اللي بيبدا بزيرو ارميني اند بوت ات وروح حطه بلو ذا تيبل بعد الجدول يبقى هنا ريموف معناها ايه؟ كات. خلاص هاجي على زيرو ارميني احدده 3 كليك وكليك يمين عليه كات او من كات منين؟ من هوم اللي يعجبك. احنا لسه في هوم اهو راجع اعمل كات او كليك يمين وكات واجي احط كليك بعد الجدول كليك يمين وبيست او احط كليك واعمل بيست من هنا. انا من ناحيتي انا لما اجي اخش امتحن كليك يمين بالنسبه لي ايه اسرع من انا كل شويه اروح كات والكلام ده. لو ضغطت كليك يمين بقى عندي ما فيهاش كات فيها حاجات ثانيه مش لازم تكون محدده الكلام محدده اهو كليك يمين كات وكوبي اهو كليك يمين في حته فاضيه بيست اهي اللي تحت كلمه بيست على طول شوفي كلمه بيست فين واختار الاوردر اللي تحتها تمام. كليك تحته على طول كليك تحته هو بيبقى عامل لك مسافه تحته اصلا احتياطي تعملي انت كليك تحته وبيست كليك منه وبيست كوبي اهي كوبي اهي
ذا ليست اوف اجندا، عاوز الليست ده. انا جاي محدد الليست، وقلنا البيوليت ما بتتحددش او النمبرنج يا مصطفى. فروم اجنيتر اند بليس ات، وروح حطها فين بقى؟ ان ذا ماي هيستوري دوكيومنت. تمام. افتر ذا هيدنج كالندر، دايما اسئله او في الغالب اسئله الكات والكوبي والبيس بيبقى عاوز ياخد من مستند يودي مستند تاني في الغالب. فهو عاوز ياخد هنا من اجنيتر ده يودي في المستند اسمه ماي هيستوري. فين في ماي هيستوري؟ مش في اي حته. ها افتر ذا هيدنج كالندر، ما يهمنيش دلوقتي، انا هعمل لدول تحديد وكليك منه ايه وكوبي او كوبي من هنا. تمام. اسح تمام، واروح افتح من فيو سويتش ويندوز واختار ماي هيستوري. فتحت، عاوز يحط فين بقى؟ افتر ذا هيدنج العنوان اهو كالندر ايه، كليك يمين تحتها وبيست، او كليك تحتها وبيست من هنا، الطريقه اللي تعجبكم. خلاص سبمت. كوبي برضه ذا باراجراف اللي بيبدا ذيس ار ذيس براكتس ات ذا توب اوف ذيس 32 دوكيومنت تو ذا لاين بلو ذا باراجراف، وروح حطه تحت الباراجراف اللي بيبدا تو ذا ممبر في اجمليتر في مستند تاني. احدد الباراجراف بتاعنا ده وكليك يمين عليه وكوبي زي ما هو قال، ومن فيو سويتش ويندوز واختار المستند اللي عاوز يروح، عاوز يحطه فين؟ ها بلو ذا باراجراف بيجيننج، بعد الباراجراف بيبدا تو ذا ممبر، تو ذا ممبر وتحته يبقى تحت اخر سطر فيه، كليك يمين تحته ايه وبيست او بيست هنا. لا انت اللي بتحط، انت بتحط مؤشر الكتاب. انسيرت ذا ايمج، ضيف الصوره اللي اسمها كذا. اضافه صوره منين؟ ها من انسيرت وبيكتشر. تمام، اللي موجوده في المكان الفلاني. هو هنا قال لك بيكتشر فولدر، في الامتحان يقول لك من السي من الورك فايلز من ام 3 المكان اللي يقول عليه. حلو، اهم حاجه بقى عاوز تضيفها فين؟ اهو بلوزا باراجراف بيجيننج زرار سيبرمن تحت الباراجراف ده، هحط كليك تحت الباراجراف وافتح انسيرت بيكتشر، وراجع مختار الصوره اللي اسمها كذا، ما يهمنيش شكلها يهمني اسمها، واقول له انسيرت وايه سبميت. ما يجيش بقى واحد في الامتحان قال لي انت قلت لنا نضيف صوره تحت الباراجراف، جالك في الامتحان قال لك ضيف صوره بعد الكلمه الفلانيه، انت كل مهمتك ايه؟ حط له كليك في المكان اللي طلب. الصوره جت بوظت الكلام ما بوظتش الكلام، المهم انها جت في المكان اللي هو ايه عاوزه، اعمله اللي هو عاوزه وخلاص. انسيرت ذا ايمج، ضيف الصوره اللي اسمها كذا. فروم ذا بيكتشر فولدر انتو ذا توب اوف بيج 2، اعلى قمه الصفحه رقم 2. لازم اعمل ايه بقى؟ اتاكد ان لا رقم، اتاكد ان انا في الصفحه رقم 2. منين؟ تبص على شريط الحاله من تحت وتتاكد ان انت في بيج ايه 2. طب ما لقيتش نفسك في بيج 2، تتحرك بالشريط سيادتك او بالبكره لحد ما تبقى في بيج 2 وتحط كليك فول، المهم تحط في المكان اللي هو طلبه. وانسيرت وبيكتشر وتختار الصوره وتقول له انسير سبمن. تمام، سيلكت ذا ايمج، حدد الصوره اللي فين؟ ات ذا توب اوف اللي في اعلى قمه الصفحه رقم 2، تتاكد ان انت برضو فين؟ في بيج 2. ما ممكن يكون جايب لك صوره في قمه الصفحه الواحد واثنين وثلاث، هو عاوز ان هي اللي في بيج 2، احط عليها كليك بس خلاص. ريسايز، غير حجم، لسه عاملها امبارح اول. ها ريسايز، غير حجم الصوره اللي في توب ليفت اوف بيج 2 الاعلى يسار الصفحه 2 اهي. اقف عليها هنا، دي غلطه، مش دبل كليك، احددها بايه؟ كليك واحده بس، ما بحددش الصوره دبل كليك. خلاص 54 اكتبوا بس تحديد الصوره بكليك وليس دبل كليك، هي دي الفكره بس. تحديد الصوره بكليك وليس دبل كليك. بعد ما حددها هيظهر لها مين بقى؟ حلو ماشي، بعد برضه ما بحددها بيظهر مين؟ ايوه ريبون مخصوص اسمه فورمات. ايوه صح، اول ما بحددها بكليك يظهر فورمات بقى، عندي جزء اسمه ايه سايز. طلباتك بقى خلي 2.99 سنتي اور بالانش، خلاص خلينا بالسنتي. هايت الارتفاع، الارتفاع اهو الراجل كاتب فيه 2.99 تمام، وال و 3.31 سنتي ويتس العرض، والعرض اللي تحته واضحه ده الارتفاع وده عرضه، لما تقرب منه اسمه بيظهر. خلصت؟ خلصت، روح اعمل سبميت. صعبه دي؟ يعني احدد الصور هيظهر مين؟ فورمات اللي يخص الصور، واجي على السايز واخلي الارتفاع كذا والعرض كذا اللي هو الرقم اللي قايل عليه. ديليت بيكتشر، احذف الصوره اللي في قمه الصفحه بيج 2، احدد الصوره وديليت من الكيبورد. تمام ولا ايه؟ ها انسيرت تكست، ضيف النص ده اهو، صحصحوا معايا عشان الاسئله دي بتيجي مظبوطه بالنص. ضيف النص اللي اسمه زينوفيرس ايا كان، فين؟ في الهيدر، يبقى لازم افتح اي حاجه تخص الهيدر، يجيب لك فاسرة هيدر وفوتر، لازم تفتح الهيدر او الفوتر اللي هو طالبه، وبعد ما اخلص لازم اقفله
تمام. افتح الهيدر الاول انسيرت هيدر واديت ايه هيدر واروح جاي كاتب اللي هو قايل عليه زي يونيفرس. بعد ما اخلص كلوز هيدر عند فوق. في الوقت ده ممكن فوق الهامش كده اه ممكن يجيب لك الهيدر فوق، بس انا عاوز من انسيرت. خلاص صبنا انسيرت ذا ديت، ضيف التاريخ فين؟ انفورم اوف يور تشويس على اي شكل يعجبك. فورم هنا يعني شكل، تمام. فين؟ في الهيدر برضه، يبقى لازم افتح له الهيدر او الفوتر. انسيرت هيدر ها واديت هيدر، اضيف التاريخ ازاي؟ بصوا في الديزاين في عنده اوردر اسمه ديت اند تايم، اروح اضغط عليه واقول له اوكي، اختار اي شكل، هو قال لي اي شكل واقول له اوكي. وبعد كده لازم اعمل ايه؟ كلوز هيدر اند فوتر. سبمت. انسيرت ايه؟ بيج نمبر، ارقام الصفحات فين؟ ليفت بوتوم، تحت على الشمال اوف اول بيجز. يبقى انسيرت ها بيج نمبر صح ولا ايه؟ بوتوم واختار ليفت. وبعد ما اخلص البيج نمبر لازم برضو ايه؟ كلوز هيدر اند فوتر. يبقى هيدر فوتر بيج نمبر لازم في الاخر كلوز هيدر اند فوتر. واعمل سبمت.